مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناة تونس أب. اليوم حديثنا على سندريلا الشاشة الجزائرية الممثلة الشابة سارة العلامة. من هي سارة العلامة؟ كيف كانت بدايتها صعبة في مجال التمثيل؟ وما هي حقيقة زواجها؟ أعزائي المشاهدين، قبل الإجابة على هذه الأسئلة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بإعجاب. سارة العلامة هي ممثلة جزائرية وعارضة أزياء في باريس. ولدت في قسنطينة في 14 فبراير 1994. درست التمثيل والمسرح في فرنسا وعادت إلى الجزائر في 2010 لبدء عملها كممثلة وهي بعمر 19 سنة. لديها أكثر من 1,200,000 متابع على حسابها على انستغرام، ومن أهم الصور التي خلقت جدلا عند متابعيها هي ظهورها بلوك مختلف، حيث ظهرت بشعر أشقر وتسائلت في تدوينه: وش رايكم نرجع شعري كما كان ولا نخليه هكذا؟ ومن أبرز أقوالها: إسلامي عائلتي وجمهوري قبل أضواء الشهرة. كانت رفضت عديد من الأدوار الجريئة لتتنافى مع عاداتها وتقاليدها، وقالت أنها من شبث برايها ولن تقبل أي دور يتعارض مع دينها وتربيتها. دخلت مجال التمثيل بشكل رسمي في رمضان 2010 في مسلسل بعنوان أسرار الماضي بدور رئيسي في شخصية نورهان، وقد شاركت أيضا في عديد من الأعمال وكان جميع أدوارها بطولية. ونذكر ياسمين في حب في قفص الاتهام سنة 2015، قمر في قلوب تحت الرماد سنة 2016، حنان في صمت الأبرياء سنة 2017، وأخيرا شخصية زهرة في مسلسل التونسي الجزائري مشاعر سنة 2019. ومن أكثر عمليات البحث على الإنترنت فيما يخص الممثلة سارة العلامة كانت سارة العلامة وزوجها. سارة العلامة وزوجها الحقيقي زوج سارة العلامة، وهذا ما يدل على أن أحباء الممثلة الجزائرية مهتمين ويحبون معرفة من يكون زوجها. وفي بحثنا في هذا الموضوع أكد شخص مقرب من الممثلة سارة العلامة أنها غير متزوجة ولكنها على علاقة مع الممثل نبيل عسلي. وفي عديد الحوارات لجامعة سارة العلامة مع الإعلام الجزائري وسؤالها عن من يكون زوجها أجابت: أنا ما نهضرش على ما في بريفي، أنا نهضر سون كان بروبليم، دونك مانيش مزوجة، مانيش مخطوبة. دونك اللي بور لانستو راني مازلت نتبع في الفن. مزوجة ولا لا؟ مانيش مزوجة و فوالا. أصدقائي الكرام، أنتم أيضا تستطيعون إبداء رأيكم في الفنانة الجزائرية القديرة سارة العلامة في قسم التعليقات، سواء بالنقد أو دعمكم لها بإعجاب. إلى اللقاء.